بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما يخرج به المسلم من الإيمان. ما يخرج به المسلم من الإيمان. الأورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الموضوع ليميز بين عقيدة أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والخوارج والمرجئة. عندنا الخوارج والمرجئة والمعتزلة، بعضهم مع بعض على طرفي نقيض، فعندهم عند الخوارج إذا وقع المسلم في كبيرة من الكبائر خرج من الإسلام، كفر، خرج من الإسلام، وهذا خلاف الصحيح. وعند المعتزلة إذا وقع في كبيرة من الكبائر خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، ما صار كافر إلى الآن. وين تودونه؟ قالوا يكون بمنزلة بين المنزلتين، بين الإسلام والكفر، ما يقال له مسلم ولا يقال له كافر. وعند المرجئة إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو المسلم المؤمن حقا، وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر فهو كامل الإيمان. فهؤلاء على خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. ومذهب أهل السنة والجماعة وما دل عليه الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، فالمسلم مسلم لا يخرج من الإسلام مجرد الكبيرة، والمسلم قد يخرج من الإسلام بمجرد الكبيرة إذا استحلها، والمسلم يكون مسلما ناقص الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وعند المرجئة هو كامل الإيمان. يوضح هذا بالمثال: مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، لكن وقع منه الزنا. الزنا كبيرة من كبائر الذنوب. هذا ماذا سيكون عند الطوائف الثلاث؟ عند الخوارج كافر، خرج من الإسلام ودخل بالكفر. عند المعتزلة يكون كافر، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، ليس بكافر، عندهم أنه بمنزلة بين المنزلتين. المرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، مثل إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان جبريل، فهم كلهم متطرفون. لا
الأوائل تطرفوا في إطلاق الكفر على من ليس بكافر، والأخيرون أطلقوا الإيمان على من لا يستحق الاسم الكامل للإيمان. أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف، وقالوا الواقع في كبيرة يخاف عليه، الواقع في كبيرة فاسق إن لم يتوب. هل هو كافر؟ لا. الواقع في كبيرة عند المرجئة كامل الإيمان، نقول لا ليس بكامل، هو فاسق بهذه الكبيرة. فهذه الطوائف الثلاث كلها متطرفة وعلى طرفي نقيض فيما بينها، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لا يكفرون المسلم بالذنب ولا يعطونه مطلق الإيمان اسم الإيمان الكامل وهو مقترف لمعصية كبيرة. قالوا مسلم مؤمن فاسق بكبيرته، ما يخرج به المسلم من الإيمان، يخرج المسلم من الإسلام والإيمان بماذا؟ يخرج المسلم من الإيمان الكامل بارتكابه كبيرة، ما يعطى اسم الإيمان الكامل. هل يقال إنه كافر؟ لا. فلذا قال المؤلف ما يخرج به المسلم من الإيمان، المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، إلا أنه اقترف كبيرة من كبائر الذنوب، زنى أو سرق أو شرب الخمر أو عمل كبيرة من كبائر الذنوب، هل يخرج من الإسلام بهذه الكبيرة؟ لا. هل يعطى اسم الإيمان الكامل كما تقول المرجئة؟ لا، وإنما يقال هو مسلم فاسق بكبيرته، مسلم فاسق بكبيرته، ولا يسلم منه اسم الإيمان. ولذا قال المؤلف رحمه الله ما يخرج به المسلم من الإسلام أو من الإيمان، لا يخرج المسلم من الإسلام ولا الإيمان بمجرد وقوعه في الكبيرة. قال هنا بعد هذا العنوان، نعم، وقوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، هذه العبارة ما هي مركزة وطيبة، ولا يدخل المسلم ولا يخرج المسلم من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. أدخل في الإسلام بماذا؟ بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قولا وعملا واعتقادا. هل يخرج من الإسلام والإيمان بمجرد جحود هذه الأركان فقط؟ قال المؤلف رع، يقول المؤلف يخرج، لكن نقول لا يخرج إلا إذا جحد ما أجمع عليه من الدين بالضرورة. ما تكفي هذه العبارة للخروج من الإيمان، يخرج من الإيمان بالجحود، والجحود نوع من أنواع الكفر، ويخرج من الإيمان بالنفاق وهو قولها
باللسان دون اعتقاد منها بالقلب، ويخرج من الإيمان بالشك، الشك بشهادة لا إله إلا الله ما تيقن، هذا يخرج به من الإيمان. فالشارح رحمه الله استدرك على المؤلف هذا العنوان فقال: قد يخرج من الإيمان بغير الجحود، ما نقصر الخروج من الإيمان على هذا الجحود، لا، لأنه قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذا ما جحد، يشهد أن لا إله إلا الله لكنه بلسانه دون قلبه، هذا يخرج من الإيمان منافق، والمنافقين بالدرك الأسفل من النار. هذا ما جحد لكنه يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض ما يقول، يقول: لا، هذا ما يصح أن نكفر هذا، هذا صحيح، هذا كلام عدل، وما يصح أن نكفره بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نكفره ولا نبالي، إذا كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لكن ما حصل منه جحود في مثل هذا الكلام عند المؤلف، يقول هذا إذا أخذنا العبارة على ظاهرها، قلنا إن قول المؤلف ولا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخل فيه من أجله، جحود، هذا ما جحد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لكنه ما هو مصدق. الآخر ما جحد لكنه شاك، هذا ما نقول عن لا يخرج من الإسلام، بل يخرج من الإسلام بكل سبب ينقله من الإيمان إلى الكفر. والشراح رحمة الله عليهم اجتهدوا في شرح الطحاوية هذه، منهم من أحسن الظن بالمؤلف إحسانا كاملا فصوب كلامه وإن كان فيه استدراك، ومنهم من استدرك عليه كلماته التي تساهل فيها رحمه الله، ورحمه الله تساهل في بعض الإطلاقات، فمن الشراح من أجراها على ما هي عليه وقال يقصد المؤلف الضبط كذا وكذا إلى آخره، ومنهم من استدرك عليه. فمن المستدركين عليه الشيخ عبد الرحمن البراك رحمه الله وفقه الله، استدرك على المؤلف ورد عليه كلماته التي هي عامة. ومن المؤلفين شراح مثل شرح ابن أبي العز رحمه الله أجرى هذه الكلمة والعبارة على ظاهرها وقال تساهل في هذا رحمه الله، هذا كتاب شرح الطحاوية للإمام القاضي علي ابن علي ابن محمد ابن أبي العز الدمشقي، هذا الذي يدرس في الكليات قبل خروج شرح البراك رحمه الله. يقول قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يقول يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفي تقرير لما قاله أولا إنه لا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، لأنه تقدم أنه لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هذا عام وصحيح لكنه فيه إشكال في استدراك. نقول الذنوب تختلف، ذنب إذا اعترف به يخرج به من الإسلام، وذنب لا يخرج به من الإسلام، ما لم يستحل له. وتقدم الكلام على هذا المعنى، هذه الكلمتين الثلاث أتى بها المؤلف القاضي أبن أبي العز على قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. والصحيح أن يقال إنه أن أراد
ما يلزم فهمه وعلمه من الدين بالضرورة، فإنه يخرج من الإسلام بهذا، ويقال لا يخرج إلا بهذا. أما إن قصد الجحود فقط دون الشك ودون التردد ودون غير ذلك من العيوب فلا يخرج من الإسلام بهذا، فنقول لا يا شيخ، وإنما يخرج من الإسلام بالشك والريب وغير ذلك من الأمور. الشرح الطويل الطويل الغير مختصر هذا أتى على هذه الكلمة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال يشير المؤلف إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفي تقرير لما قال له أولا وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب انتهى ما لم يستحله، وقوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، أي لا يصير كافرا مرتدا بعد أن صار مسلما مؤمنا إلا بجحود ما أدخله فيه. وهذه الجملة خطيرة جدا، لأن الإنسان يدخل الإسلام بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ظاهرا وباطنا صار مسلما، فإن شهد بلسانه فقط فهو منافق، وإن شهد بها في باطنه دون ظاهره فهو جاحد. قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول لا يكذبونك يا رسولنا ولكنهم يجحدون بآيات الله، هذا كفرهم مثل كفر أبي لهب وأبي جهل وأبي طالب، كلهم كفار لا شك، لكن أبا طالب يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن لكن ما آمن بقوله، يختلف عن أبي جهل وأبي لهب. أبي لهب يكفر يكذب الرسول، وأبو طالب يصدق الرسول لكنه ما دخل في الإسلام بتصديقه، وأبو جهل يعرف أن محمد الرسول وأنه لا يكذب، وكما قال لمن سأله لما تكذب الرسول قال لأن وبني الشاشم كفر سيرهان، أنت سابق الرجولة والمعارف نتسابق إياهم، فقالوا نحن نقري الضيف قلنا حنا نسوي مثلكم، قالوا نسقي العطشان قلنا حنا مثلكم، قالوا نحن نكرم الوافد إلى مكة قلنا حنا مثلكم، لكن قالوا حنا منا رسول يأتيه الوحي من السماء، من أين حصل هذا؟ والله لا نصدقه أبدا، ويعرف أنه صادق لكن يقول ما نصدق، هو ما جحد لكنه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر. نعم. فإنهم لا يكذبونك، يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهم لا يكذبونك أبدا في حقيقة نفوسهم، يعرفون أنك صادق لكنهم يجحدون آيات الله. نعم. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هم جاحدين بها لكن في حقيقة أنفسهم يعرفون أن محمد رسول الله، في حقيقة أنفسهم يعرفون أن محمد رسول الله لكنهم جحدوا ظاهرا. فلا بد أن يشهد الشهادتين ظاهرا وباطنا على علم وانقياد وإقرار، بذلك يدخل في الإسلام حقيقة. فقوله إلا بجحود ما أدخله فيه، معنى ذلك أن ينكر تفرد الله بالإلهية فيصير بها مشركا، أو ينكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس فيصير مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معنى هذه الجملة.
فإذا كان يخرج عن الإسلام بجحود التوحيد أو جحود الرسالة فلأن يخرج عن الإسلام بالتكذيب أو الشك الأول بالشك أولى، وعلى هذا فلا يخرج عن الإسلام إلا بالتكذيب أو الشك في الباطن أو بالجحود، سواء مع تكذيب وشك أو مع تصديق. أو مع تصديق يخرج من الإسلام، سواء صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو كذبه، ما دام لا يؤمن بذلك بما قاله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب يقول ابننا هذا ليس مكذب ولا يكذب ولا يطرأ عليه الكذب، هل هذا يدخل أبا طالب في الإيمان؟ لا. تعذر من الرسول، قال لولا المسبة أو الملامة، يقال أنه خاف يوم قرب من الموت، خاف لسمعتني بذلك سمحا طليقا، يعني لوجدتني أشهد أنك صادق، لكن خاف المسبة علي أو على آبائي وأجدادي. فأبو بكر رضي الله عنه قال الحق ولم يرى ولم يخف بالله لومة لائم رضي الله عنه. ويمكن أن يقال إن هذه العبارة تقتضي أنه لا يكفر بأي فعل بعد ذلك إذا لم يجحد، وهذا لا يستقيم، بل من تكلم بما هو كفر فإنه يكفر ولم يجحد، كمن يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم مع إقراره برسالته، فهل يقال إنه جحد الرسالة؟ لا. ومن ذبح لغير الله فإنه يكفر ولو قال لا إله إلا الله وأن الله هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. من عبد غير الله، مثل حال كثير من الجهلة الآن الذين يعبدون غير الله، لكن إذا أذن المؤذن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال مثله، وإذا قال تعالوا للصلاة راح وصلى، صلى لكنه يقول يا ذبح للأموات أو يشرك مع الله غيره، هل يدخل بذلك من الإسلام؟ لا، ما يدخل. فهذا غير جاحد وكفره بالفعل. هل يقال فهل يقال إنه جحد الرسالة؟ لا. ومن ذبح لغير الله فإنه يكفر ولو قال لا إله إلا الله وأن الله هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. فهذا غير جاحد فكفره بالفعل، والكفر يكون قولا وفعلا واعتقادا، فهذه العبارة لا تصح على هذا الإطلاق، فإنه حصر الحكم بالكفر بالجحود، وهي تساوي حصر الكفر رحمه الله بالجحود. نقول حصر الكفر بالجحود صح، هذا مؤخذ عليه، لكنه رحمه الله قد نلتمس له العذر أنه قال حصر الكفر بالجحود وما إلى ذلك، ما هو مثل الجحود، ما هو مثل الجحود. نعم. فإنه حصر الحكم بالكفر بالجحود، وهي تساوي قولك لا يكفر المسلم إلا بالجحود، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. يقول السائل هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر عن أحد، وهل فعل الصحابة ذلك؟ أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنه أنه اعتمر لأحد، لا من أولاده ولا من إخوان أقاربه أبدا. والصحابة رضي الله عنهم لا أعرف أن أحدا منهم اعتمر عن أحد. يقول السائل في كثير من الأوقات أدخل الحرم فأجد دروس أنا قاصدها للاستماع، فهل أجلس أستمع أو يجب علي ركعتي تحية المسجد؟ نعم يا أخي، الأولى لك أن تصلي ركعتين تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلولا أن تصلي ركعتين. والله جل وعلا يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، فكون المسلم يحرص على التمسك بالسنة والأخذ بها سبب
لتعلمه وحسن استماعه وأخذه العلم، ما يترك تحية المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ورغب فيها. يقول السائل: أخذت عمرة في نصف رمضان وذهبت إلى البيت ونسيت أن أتحلل، وذكرت ذلك بعد ساعة ولم أعرف ماذا أفعل، فقلت سأسأل ولم أسأل، فقمت بالتقصير للعيد، فماذا علي؟ أنت أخرت التحلل الكامل من عمرتك هذه حتى أيام العيد، فإن كنت فعلت محظورا لا تعذر بجهله فيجب عليك هدي، وإن كنت لم تفعل سوى لبس الملابس فقط فليس عليك شيء في هذا وتعذر بجهلك. الجاهل يعذر بلبس الملابس وتغطية الرأس وغير ذلك من الأمور، ولا يعذر بالجماع، لأن الجماع محظور حظرا مؤكدا، فلا يجوز للمرء أن يجامع زوجته وهو في حالة العمرة. يقول السائل: أديت العمرة ولله الحمد، فهل يلزمني طواف وداع بعد العمرة؟ يقول: هل يلزمني طواف وداع للمعتمر؟ نقول: محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، فمن العلماء من ألزم المعتمر بطواف الوداع إذا أقام بمكة وأراد السفر، أما إذا كان مقيما لا يريد السفر فلا يلزمه طواف وداع، أو اعتمر وسافر في الحال فلا يلزمه طواف وداع، وأما إذا اعتمر وأقام في مكة ثم أراد السفر فعليه طواف الوداع. وهذا قول كثير من العلماء، وقول الآخرين لا يلزمه طواف وداع مطلقا. يقول السائل: الذي وجد على الطريق 3 فرش نوم وأخذها، فهل تعتبر لقطة أم يتصدق بقيمتها عن راعيها؟ لا يجوز أخذ اللقطة التي يعرف صاحبها أنه يرغب فيها، لكنها تركها ضاعت منه ضياعا، فلا يجوز أن يأخذها إلا المنشد الذي يريد إنشادها، أما أن يأخذها بنية تملكها فلا يجوز له ذلك ما دام يعرف أن صاحبها يريدها. أما اللقطة التي لا يطمع فيها صاحبها ولا يريدها فهذه لك أن تأخذها ولا بأس عليك، أما اللقطة التي يريدها صاحبها لكن ضاعت منه فليحسن لك في حقك أن تتركها في مكانها لعل صاحبها يرجع إليها. يقول السائل: هل نقول بأن المصر على الذنب هو مستحل لهذا الذنب وهو كافر؟ المصر على الذنب لا نقول إنه مستحل له بمجرد إصراره، لأن المرء قد يصر على ذنب ولا يستحله، مثل شارب الخمر مثلا، قد يستمر في شرب الخمر وهو لا يستحله، لا يقول إنه حلال لكن يقول: أنا بليت بهذا الشيء، هذا ما نكفره ولا نقول إنه كافر، إلا إذا قال لنا: ما هناك فرق بين الخمر والشاي والقهوة، أنتم تستحلون الشاي والقهوة وأنا أستحل الخمر، مثل الشراب شراب عادي، يقول هذا كفر والعياذ بالله، لأنه أحل ما أجمع على تحريمه وعلم من حرمته بضرورة الإسلام. أما إذا كان لا يستحل لا يقول هو حلال لكنه يقول: أنا مبتلى بهذا الشيء، فهذا مصر على كبيرة لا يعتبر مستحلا لها. يقول السائل: ما حكم ذهاب المرأة إلى الحج وقد مضى 2 شهر فقط على وفاة زوجها؟ لا يجوز لها ذلك، وعليها أن تنتظر حتى تكمل عدتها. يقول السائل: هل من ذبح لغير الله وهو يصلي ويصوم هل يكفر أو يعذر بجهله؟
الذبح لغير الله كفر، ولا يعذر المسلم بجهل الكفر إلا أن كان نشا في بلاد بعيدة عن الإسلام وعن تعاليمه، فيقرب بذلك فإن اعترف وإلا كفر. وأما الناس في بلاد الإسلام فيعرف أن الذبح لغير الله كفر فلا يعذر بجهله. يقول السائل: عندي دين تريده مني الدولة قيمته 3000 دينار، وأنا عندي حق للدولة بقيمة 5000 دينار، لكن هذا الحق غير معترف به من الجهة التي أتبع إليها، فهل أستطيع خصم الدين الذي تريده الدولة من القيمة التي أريده أنا من الدولة، مع العلم أن الجهة التي تريد مني الدين ليست نفس الجهة التي أريد منها قيمة مستحقاتي؟ لا يجوز لك أن تكون حاكما على نفسك وعلى الدولة، وإنما عليك أن تعطي الحق الذي عليك وأنت معترف به وتطلب حقك ممن هو عنده، فإن أعطاك إياه فبها ونعمت، وإلا تطلب حقك من الله جل وعلا، واعلم أنه لا يضيع لك حق عند الله تبارك وتعالى. يقول السائل: هل تجوز قراءة سورة الإخلاص في العشاء والتراويح؟ يجوز أن يصلي بأي آية أو أي سورة من القرآن، يصلي بها التراويح ويصلي بها النفل ويصلي بها الفرض ويصلي بها الوتر، يجوز للمسلم ذلك ولا شك في هذا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي لابسة القفاز؟ يجوز للمرأة أن تصلي الفريضة وهي لابسة القفازين، لا إشكال في هذا، إلا إن كانت محرمة. المحرمة هي التي لا تنتقب ولا تلبس القفازين، إلا إذا كان عندها رجال أجانب فتغطي يديها ووجهها بما تيسر لها. يقول السائل: هل صلاة الوتر واجبة؟ صلاة الوتر ليست بواجبة على الراجح، وإنما هي مستحبة، فيستحب للمسلم أن يؤديها وإن لم تكن واجبة. بعض العلماء يرى وجوبها، لكن هذا قول ضعيف. وبعض العلماء يقول: من لم يؤد الوتر فهو رجل سوء، وإن لم تكن واجبة فهو رجل مقصر. يقول السائل: هل من السنة بدء صيام 6 أيام من شوال في اليوم الثاني من شوال؟ هذا الأفضل، ولا يقال إن هذا سنة، لأنه لم يصم من اليوم الثاني فلا يعتبر ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الأفضل شيء والسنة شيء آخر. يقول السائل: الذي يأخذ زكاة الفطر وراتبه يكفيه بحجة أن الناس يأتونه بها وما يستطيع أن يرجعها؟ لا يجوز أن يأخذ صدقة الفطر مجاملة للناس، لأنها لا تحل لغني. الذي لا تحل له الزكاة لا تحل له صدقة الفطر، لا يجوز أن يأخذها مجاملة، وإنما يجب عليه أن يقول: أعطوها من يستحقها، لأنهم يظنون أنه فقير وليس بفقير. يقول السائل: ما حكم الجمع والقصر لصلاة الظهر والعصر للمسافر يوم الجمعة؟ يوم الجمعة إذا صلى صلاة الظهر جمعة مع إمام يجمع فيها فلا يجوز أن يصلي معها العصر جمعا، لكن إن صلى الجمعة ظهرا لسفره فله أن يجمع بينها وبين العصر وبوقت واحد. إيضاح هذا: إذا صلى الجمعة في بلد ما خلف الإمام الذي يصلي الجمعة فلا يجمع معها صلاة العصر، أما إذا صلى الجمعة قصرا، صلى يوم الجمعة الظهر قصرا، فله أن يجمعها مع صلاة العصر لأنه صلاها ظهر مقصورة.
يقول السائل: ما حكم شخص له 39 شاة وولدت واحدة، فهل يخرج الزكاة في الحال أم ينتظر حتى يحول الحول على هذه المولودة المكملة للعدد؟ إذا كان عنده 39 شاة فقط ولدت واحدة فإنه ينتظر تمام الحول حينما صارت 40، فإن تم الحول وهي بهذا العدد فعليه أن يخرج الزكاة. أما إذا ذبح واحدة منها أو ذهبت أو نقصت أو زادت فإنه لا يلزمه زكاة حتى يستقر الحول وهي كاملة 40. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية في بلاد تحارب الملتحين؟ يحرم على المسلم أن يحلق لحيته إلا إذا اضطر لذلك، كأن تكون المكان أو الدولة تحارب أهل اللحى وتؤذيهم ولا يتحمل الأذى فله أن يحلق حينئذ. أما إذا أمرته أمه أو أبوه بحلق لحيته فلا يطيعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بخلاف الدولة فإذا رأى أن الدولة تجبره على حلق لحيته وليس له مندوحة من هذا فله أن يمتثل، وأمره إلى الله جل وعلا، فإن الله يعلم حقيقة أمره. إن كان حلقها مرتاحا لذلك ويعجبه فهو آثم، وإن لم يكن مرتاحا لذلك وإنما حلقها خوفا من الأذى فالله يعذره بهذا الأمر. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تلبس لباس زوجها في البيت وكذا هو؟ لباس الرجال معروف ولباس النساء معروف، فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال كما لا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء، لكن إذا كان ذلك في البيت وفيما بينهما بدون قصد ظهور أمام الناس فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل: إذا أعطيت أختي زكاة مالي لتنفقه على أولادها الأيتام، هل علي أن أشترط أن تصرفه على أولادها فقط؟ إذا كانت المتولية لأمور أولادها فأنت سلمها المبلغ وتكل المبلغ إليها، ولا تلزمها بأن يكون لأولادها فقط. وإذا كانت غنية هي ولا تستحق الزكاة فبين لها ذلك. يقول السائل: رجل موظف ولا يعمل، ما حكم راتبه، حلال أم حرام؟ إذا كان مأذونا له بذلك كان يكون مريضا أو أعطي هذا الراتب لطول خدماته أو نحو ذلك فلا بأس عليه. وأما إذا كان من باب التمويه أنه يعمل وليس يعمل فلا يجوز له ذلك. يقول السائل: هل المذي ينجس الملابس إذا وقع عليها، وهل يجوز الصلاة بالملابس التي وقع عليها المذي؟ المذي نجس وينجس الثياب إذا وقع عليها، فلا يجوز للمرء أن يصلي به بل يغسله، فإن نسي غسله وصلى بها ناسيا للنجاسة فصلاته صحيحة إن شاء الله. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعلم والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.